انت عايش ازاي؟ احنا عايشين ايام صباح الفل يا باشا سودا. عيش حر احسن لك، عمركم ما هتشوفوا حد مبسوط او مرتاح في الجواز. حبيبي حبيبي عشتني. ايه ماما الاجره يا جماعه والنبي فكه عشان ما اشتغلناش من صباحيه ربنا والدنيا واقفه. لا حول الا يا رب، ربنا يرزقك يا ابني. افكارك دي تقولها لما تكون عايش في سويسرا. انا استاذك، انا اللي اقول. عبد الرحمن، الضفاير فيه 40 موظف اللي عايزين نقلل مرتباتهم. انت عارف بقى الازمه اللي على الكل. احجز دي ليا والتانيه دي احجزها لاخويا. ايه طب وانتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده لسه في قرار جاي، لسه الدنيا هتبوظ اكتر. مشروع ايه يا ابني؟ تساذج يا ابني، احنا كلنا بنخسر. تحيلتك ايه انت عشان تعمل اللي بتعمله ده؟ ما تسيبش حد يحبطك، وقت الجد لازم نقوي بعض، نقف مع بعض، ندي لبعض أمل، تجمل بالأخلاق.